لكن دلوقتي كمان معانا نجم اخر، نجم من نجوم التحكيم وخبيرنا التحكيمي اللي بنرحب بيه في المحترف الكابتن ناصر عباس. مساء الخير عليك يا كابتن. تحياتي لكابتن هاني وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بنرحب بيك يا كابتن. الله يخليك كابتن هاني، ربنا يخليك. كل الكلام طبعا عن التحكيم، خلينا نبدا بطاقم التحكيم في المباراه القادمه، مباراه الاهلي والوداد يوم الاحد، وكان في بعض الاشاعات ان الراجل هيعتزل دوليا واخر مباراه بالنسبه له، وطلع بعض التقارير لا مستمر ل 2024. تقييمك لطاقم التحكيم ورؤيتك للمباراه اللي جايه من خلال المنظور التحكيمي. تمام كابتن هاني، هو المشكله بس ان احنا عندنا بعض المواقع بتاخد الاخبار كده على طول وبتطلعها، ولا الراجل مش هيعتزل ولا حاجه. الراجل عمل معاه عقد احتراف في الاتحاد الافريقي، النهارده بيعمل عقود احتراف لحكامه. النهارده عندنا 20 حكم تم التعاقد معاهم عقد احتراف، منهم الحكم الدولي عندنا هنا امين عمر من ضمن هؤلاء الحكام. ما زال الراجل حتى الان مع عقد ل 2024، يعني هو مكمل في التحكيم، بملك مكمل في التحكيم لحد 2024، مش هيعتذر ولا حاجه. هي الفكره ان الناس كانت خايفه، وبعض الناس حتى وانا بتكلم كده مع بعض الاهلاويه بيقولوا لي اصل الحكم خلاص هيعتزل، فممكن اي حاجه تحصل. فيعني التوضيح في النقطه دي مهمه جدا كمان، لان حتى لو انا هعتزل خلي بالك، ما هو الحكم بيعتزل وبيكمل تاني، يعني عندي فرصه ان انا ابقى محاضر، عندي فرصه ابقى موجود في الاتحاد الافريقي كرئيس لجنه او كعضو لجنه، عنده كمان طموحات تانية اكثر من ان هو يعني يفكر في ان هو يعتزل. كارير تاني مختلف. بالظبط كده. نروح ليه بملك كابتن هاني؟ وهو معاه بملك، معاه الفيس الكاميروني حكم مساعد رقم واحد، ومعاه كمان حكم مساعد من كينيا، حكم رابع من الجابون، وعندنا على تقنيه الفار الحكم الكيني بيتر، ومعاه كمان دحام بيدا الحكم الموريتاني، معاه محكمه كمان من زامبيا، يعني ده طاقم التحكيم بالكامل اللي موجود في المباراه. هنروح لحكم المباراه بملك كابتن هاني، وانا هسالك سؤال، وانت كنت لاعب في مثل هذه الاجواء اللي انت بتلعب فيها بره ملعبك في وسط جمهور، اجواء فيها يعني صعوبه، ايه اللي بتتمنى كلاعب؟ انا الموضوع بسيط جدا وهقوله لك، بسيط جدا. اللي احنا بنتمناه كلاعيبه بنطلبه من الحكم، بنطلب نمره واحد ان يكون في حمايه للاعب النادي الاهلي، دي طلبات عاديه طبيعي. ليه؟ انت بتلعب في اجواء في جمهور في ضغوط، يبقى رقم واحد انا بطلب من الحكم ان هو يحمي لعيبه النادي الاهلي. حمايه بمعنى ايه؟ يشعر اللاعب كابتن هاني بالطمانينه مع الحكم. كابتن هاني بتلعب سيرت باك او بتلعب قلب دفاع، لو الحكم مش مديك الامان هتروح تلعب وانت خايف، ده طبيعي، هتعدي منك العاب كتيره، صحيح، خايف تاخد بطاقه، التركيز هيقل، والتركيز هيقل. يبقى رقم واحد دي اهم شيء، وده الاتحاد الدولي بيتكلم عليها والقانون وكل حاجه بتقول ايه، خلي الحكم يوفر بيئه امنه و للاعبين داخل ميدان اللعب، مش بس لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي ولعيبه الوداد. دي نمره واحد. نمره اثنين ان الحكم ما يتاثرش بالضغوط يا كابتن هاني. يعني انا يمكن سئل احد الاشخاص بيقول له ايه رايك في الحكم؟ قال لهم حاجه غريبه جدا، قال لهم الحكم امين. ما هو المفترض الحكم يكون امين. وكانها ميزه. يعني هو امين دي، يعني هو انا عندي حكم امين وعندي حكم مش امين؟ وده راجل مسؤول يعني. لا، كنت افضل ان هو يتكلم في نقاط ايجابيه، نقاط فنيه، يعني نقول ايه؟ حكم لابد ان هو يكون نمره واحد. نتكلم على مستوى الشخصيه التحكيميه، عنده شخصيه تحكيميه. يتقبل الضغوط، لا يتاثر بالضغوط الاجواء اللي زي يا كابتن، لا يتاثر. نتكلم في الناحيه الفنيه، يكون عنده احتسابه للمعايير الاخطاء بمعايير واحده. مش بمعيار هنا ومعيار هنا، المعايير تمشي على الكل. يعني الاخطاء اللي هي يعني الفنيه، ما تاثرش بالجماهير واصواتها، يعني ما اخدش الفاول هنا، هو نفس الفاول اسيبه هنا، ما اديش بطاقه هنا صفراء، يعني انا ببسط الامور هنا، ما اديش هنا، المعايير تبقى واحده على الفريقين. نمره اثنين يكون عنده ثبات انفعالي. نمره ثلاثه لا تتاثر. نمره اربعه بنتكلم في لياقه ذهنيه، تركيز، لابد انك انت تكون مركز. خلينا نقول ان دي اللي احنا بنطلبه من الحكم في هذه، وهل متوفر فيه من خلال طبعا خبرتك الكبيره يا كابتن ورؤيتك ومعرفتك بهذا الحكم، هل يتوفر فيه كل اللي حضرتك قلت عليه، ولا في وقت من الاوقات ممكن جدا حكم عنده هذه الميزات ولكن في يوم المباراه يتاثر باجواء؟ شوف كابتن هاني، قلت حاجه جميله صعب ان اي حد يقولها، وهدي مثال للاعب، لاعب يبقى ممتاز واحنا واخدين عنده خلفيه جميله جدا، اللاعب شخصيه وكل الامور الفنيه كويسه قوي، ولكن في مباراه انت ما بتضمنش الحاله في المباراه هو ايه؟
طيب. الحاله ذات نفسيه هل هو في هل هو تركيزه زي عالي زي اللعيب. انا النهارده مهما قلت على الحكم سواء ايجابي او سلبي اداء الحكم وتقييمي ليه في المباراه يا كابتن هاني في المباراه ذات نفسيه عشان كده بقول ايه حتى لو ان الحكم عنده خبرات وعنده كل الكلام الجميل ده المباراه هي واداؤه هي اللي بتقول مش احنا بقول انا بتمنى يعني انا اتمنى يكون طاقم التحكيم بالكامل سواء كان الحكم او كان الفار زي ما قلنا النادي الاهلي لا يطلب الا العداله التحكيميه يا كابتن هاني الاهلي مش عاوز حاجه خالص غير انك انت عداله تحكيميه توفير بيئه امنه سلامه اللاعبين ما تكهربنيش وما تضغطنيش يعني في حاجه الاخطاء التحكيميه كتير قوي ما انا ممكن يا كابتن اضغطك في اخطاء على منطقه ال 18 ممكن يعمل لك حته ضغط في البطاقات اللعيب بيحس بالظبط يعني كده ممكن يكون الحكم بيوصل لي رساله ان انا لا مش متزن متوتر بالظبط فده بيوصل للعيبه لكن ممكن جدا يحسب خطا وانا عارف ان الخطا ده هو مش قصده او يعني خطا منه وارد بص جدا بص يا كابتن هقول لك على حاجه العامل المشترك اللعيب بيحس بالامان صح. من اول ربع ساعه والحكم بيحس ان هو ادى يعني فرض شخصيته على الكل خلي بالك اللعيب مش ذكي جدا جدا زي ما قلت انا بشعر عشان كده بقول ايه من فضلك خلي لعيبه النادي الاهلي او اللاعبين الفرقتين خليهم عندهم الامان منك كحكم ما تخافش حد منك دي مهمه جدا جدا لان طول ما انا لاعب مش خايف هلعب هركز هادي طول 90 دقيقه او حتى لو كان في وقت بدل ضايع ده بالنسبه لي بملك النقطه المهمه جدا للعيبه النادي الاهلي كابتن طيب خلي بالك حاجه صغيره 90 دقيقه التركيز يا كابتن مهم جدا في هذه المباراه خاصه اول ربع ساعه ربع ساعه ده هتبص تلاقي ايه طبعا اكيد الحكم عنده رابكه الوداد ضاغط او الجماهير عامله انا هنا كان النادي الاهلي كلاعيبه وعندهم الشخصيه النادي الاهلي عنده الشخصيه التحكيميه وعنده اللعيبه اللي هي تقدر تمر في اول ربع ساعه صحيح. نمر اول ربع ساعه تركيزنا لعبنا بروح كلنا كلاعيبه كمان نحمس بعض وخلي بالك ما نبقاش احنا في الدخول بتهور لان احنا مش عاوزين نخسر بطاقه في اول ربع ساعه او ثلث ساعه ده مهم جدا يا كابتن